أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: تعطلت السيارة بشباب في الصحراء وفي شدة الحر في وقت الظهيرة، استظلوا تحت شجرة تأوي إليها الإبل وتبرك فيها، فلما حضرت الصلاة أدوها تحت هذه الشجرة في مبارك الإبل، فهل هم معذورون أم يؤمروا بقضاء الصلاة؟ لا، ما يخالف، هذا ما هم معطن، ما هم من معاطن الإبل، معاطن الإبل التي تأوي إليها، ممارحها التي تأوي إليها، أما هذا فهو ما هم معطن الإبل، هذا عارض. البعير جاء للظلال ولا جاء بيأكل من الشجرة وحصل منه روث، هذا ما يضر، روث البعير ما هو نجس، روثه طاهر، إنما نهي عن معاطن الإبل التي تأوي إليها تبيت فيها. نعم.